السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أمامكم على الشاشة موقع صحيفة شي إن الصينية، ويظهر فيه تقرير بعنوان 3 أسلحة قاتلة للحوثيين دفعت إيزنهاور للهروب. وإلى التفاصيل، أكدت صحيفة صينية أن القوات الحوثيين حققت إنجازا مذهلا بمعركة واحدة، عندما أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية التي لم تجرؤ على الظهور منذ فترة طويلة على الانسحاب بالفعل من الشرق الأوسط بعد الإعلان الثالث للحوثيين عن ضربها. لكن المثير للدهشة أن الولايات المتحدة لا تزال تنكر تعرض الحاملة للهجوم. وقالت صحيفة تي إن إن القوات الأمريكية المتقدرسة التي كانت تستطيع تدمير أي دولة وإعدام رؤسائها تعرضت الآن لهجوم من قوات الحوثيين، وصفته بالمعركة البحرية الأكثر تعقيدا التي واجهتها، والسبب في ذلك هو الأسلحة الثلاثة القاتلة التي تمتلكها قوات الحوثيين. وأشارت الصحيفة إلى أنه بفضل هذه الأسلحة الثلاثة وصل الصراع في الشرق الأوسط إلى نقطة تحول، قائلة: نحن نتابع سلوك الحاملة الأمريكية في الشرق الأوسط بعناية للاستفادة من ذلك في حالتي مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، خصوصا بعد تولي بايدن الرئاسة، والذي أعلن 5 مرات أن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان عسكريا، وأن محاولات بايدن لردع الصين بالكلام فقط لن تكون فعالة. ولفتت أنه في 22 يونيو أعلنت قوات الحوثيين للمرة الثالثة عن هجوم على حاملة الطائرات الأمريكية، وفي نفس الوقت أعلنت القوات الأمريكية عن انسحاب الحاملة من الشرق الأوسط، وشنت غارات جوية على قوات الحوثيين، مما يثبت أن الإمبريالية ما هي إلا نمر من ورق، مضيفة أنه يمكن اعتبار حاملة الطائرات الأمريكية المتقدرسة مثل ملابس الإمبرادور الجديدة، وأن ادعاء الولايات المتحدة سابقا أنها استغرقت 25 يوما لإغراق حاملة الطائرات USS أمريكا قد يكون تمثيلية، وأن إعلان انسحاب الحاملة يشير إلى أنها في وضع صعب. وذكرت أنه من الواضح أن الحوثيين يمتلكون 3 أسلحة قاتلة. الأول هو صواريخ فائقة السرعة، والتي تشمل صواريخ محلية الصنع والتي تحتاج إلى الكفاءة في الكم والكيف، والسلاح الثاني هو زوارق بدون ضيار، والثالث والطائرات بدون ضيار التي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا. توقعنا منذ فترة طويلة أن حاملة الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط ستتعرض للهجوم. وختمت الصحيفة بالقول بموضوعية: تكتيكات الحوثيين هي حرب عصابات بحرية نموذجية، وتوضح بشكل مثالي أهمية الروح القتالية والقدرات القتالية المتكاملة، ولولا الروح القتالية العالية لما تجرؤوا على مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية. في الواقع بعد الحرب العالمية الثانية لم تجرؤ أي قوة عسكرية أخرى على مهاجمة حاملات الطائرات الأمريكية، وهذا هو سبب الغدرسة الأمريكية المستمرة. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.